أهلاً بكم الناس اللي تحكت بينا في اللحظة هذه سهرية مكملة على قناة الحوار التونسي. بعد شوية فقرة العادة وفلاش باك نرجع فيها على أشهر وأكثر المسلسلات نجاحاً في العشرين سنة الأخيرة، ولكن قبل هذا سونيا أش عنا للناس اللي تتفرج فينا؟ للناس اللي تتفرج فينا ليلة العيد باش تكون هون فما قرعة، اللي يحب يربح 200 مليون يبعث اس ام اس في حرف أ على 85 813. احنا سعداء جدا، نحب تصفيقه كبيره وبرشا حس يجيب حذانا القناص زين المستوري. كيف الحال؟ صح شريفك، صح شريفك، صح شريفك زين. اسمع يا رفيق، ريت الفرق تو يتجسد الخير بالابيض والشر والشر بالك. لا تو يتجسد النفاق. يعطيك صحة محمود. نبداو رفيق. محمود البارودي بعثته مرته باش يخدم كرونيكور. يا اخي ولا مصور خاص نتاع شكون الله اعلم. محمود ساعة سريمتكم ساعة سريم. الله 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 الله. هاي مفتوح مجلس الامن. مين تخبي؟ مين تحب؟ هوني هوني تحب اقرب لك شنو؟ ساعة شربتكم ساعة شربتكم. اسمع وليد تهميم. ليهمك؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. اسمعني محمود. اي عطيه نشرب تي لحم. اي غادي باهي. قاعد ورايا. برا امشي. اما ظلمه مش. لا باهي. قلت لك باهي. اجا هكا باهي. اوكي. لا اله الا الله، الله يخرب بيتك. وصلني حتى مين نقعد محمود. ساعتك. يحمم وعدك. هذا الاخر زوجة البارودي. زوجة البارودي معناتها كيف صعب. مش انا بالنطف تجيك هكا. رفيق وانا ناكد لك نهار العيد مش باش تصور بناته ومرته كيما هكا. اي اي ريت وسع البال اجوا تبعني وصورني حتى نضحك وحتى نقعد. زينة نحى حاجة قالته هكا. ليك عملته هكا محمود. محمود كرم اللي والله والله. وريك انا قلبي ابيض. انا مانيش مصدقة ليه اصلا الكاميرا وقتها مازلنا حتى مازلنا. يا ربي العمل عليك. تو لا تستانست بها. يا ربي العمل عليك حتى وقتها تسجلوا. لا اما السؤال اللي يطرح نفسه علاش ما قالتش المراد صور؟ سهل ياسر خاطر وقتها مراد ماهوش في البلاتو حتى هذه فيها تأويلات. معناها عامله كيب كيب وعامله بنك وعامله كل شيء. غير مراد يحضر محمود. يلا ايش عنا زينة؟ محمود يحاول يقرب يا رفيق. انا ما الحب الا للحبيب الاول. الله الله. يا قلبي لك نصيب تلوم ولا يا الحبيب. A few moments later. رغم المجهود زين، رغم المجهود هذا يعرف تبدا يصطاد فيها في الساحه ويقول سيئ متعركين ترجع معاه يرجع بعد جلبه ما الحب الا الحبيب الاول. اما لازمك ترى حاجه والله يا رفيق لاني نفلم سونيا اللي تحكي في ستوريات اكثر من الاميسيون. لا تعدي ايميسيون كامله ستوريات ستوريات وتحكي كلمتين. انا اترفع. انا عجبتني هكا محلى. انا عجبتني هكذا. نواصلوا مع مراد. مراد ما عادش مركز مع سونيا. يا مراد جاي يتعشى. حتى في أربع سوايع. في أربع سوايع. أثناش ترفع لنا كعبيت في الساعة شنو؟ سبا معنا فرحان معنا. كعبيت في الساعة معقولة.
مركز معايا. قول لي مراد كيرا حلو ولا سونيا ولا حد شيء ماشي. خاف على راسك. يلا يشعلنا كيرا. واصلوا. الله. سونيا. عايشك مراد. إيه عايشك. أثرت بمراد في الماكلة وتأثرت بالبارودي في تزييف الحقائق. مش دول البلاتو. ها؟ ويش؟ هذه الوجبة صغيرة جدا ليتقاسمها تمساحان، لكن التمساح الفائز بالطريدة لم يصل إلى منزله بأمان بعد. إنه ليس تمساحا عاديا، إنه تمساح بيلوبون كينغ رون، يبلغ طوله 5.5 أمتار متمرس في المعارك ويسيطر على هذه المياه. الحاجة البيئة ما يظهرش عليها شملة، ما يظهرش عليها. إنك ليت ذاك الكل. لا أنا، لا أنا مركبين تسيرني يا رفيق، رني هنا في ناشونال جيوغرافيك. ملافول، ملافول تحت فيها. والله يا رفيق. ملافول. من أطاف الليل ما كلاوش مقداد. أنت كل كلاو. والله. يلا يسعد لك. هذا لا يمنع رفيق إنه هي حلوة وتاكل في الحلو. يسيبها. ما عجبتوش الجملة يا زلمة. حزار. حزار ريق قال حلوة تاكل في الحلوة، قالوا يزي ستوب سيبهم. اي حزار شبيك غير عليها مراد؟ لا لا باديتو مش في محل. ربي رفيق مش تفهم. شو لحظة اش معناها مش في محل؟ قال حلوة تاكل في الحلوة وجود مو، أنت علاش قلقت؟ ما فهمتش حتى. لا وصف الثاني. ليه رفيق؟ شو توا توري شخصيتك وترجع فاستك تاع قبيلة، قول له شو مدخلك سامحني؟ أولا شو مدخلك؟ صحيح. عندك كان حق. اسمع يا سونيا، ثانيا ترسيلك على بر يا اختك يا مش اختك. اه فوالا جينا هيجي تو يا اختك يا مش اختك. يلا برافو سونيا. ليه على مراد حتى تلوحها ويسربي منها تجي من فرنسا تيربوس زعما في درير عنده اللي معقول هكا تيربوس كاموفلاج اي دبوزه تاع سيرو تفضل. نواصلوا زياد ومحمود البارودي عاملين على رواحهم على الاخر في طلع الغناء. عاملين على الاخر على روحهم. معروف. زيد ومحمود ركز معك. غاتاخذوا الاجابات من الجمهور وبعد نعطيو احنا للنقاط. من الجمهور وبعد نعطيو. A few moments later. فجرنا. فجرنا. هذيك الطيارات كي بدوا اهلا برشا. يقمر الليل. يما يما يا يانا ركز يا عاد اي عاد للي يما للي ريما للي ريا زياد المكي وين يبيعوا وين يبيعوا فيه وين يبيعوا فيه زياد المكي والله ليه انا نحكي على روحي على كل معناه تلعب مع الجمهور انت كل ما ندور انا منا لا هو تبارك الله وذنيه ريسبتوريت يسمع خير مني انا يلزمني نتلفت الراه والله ليه واصلوا حبيبنا معناتها ولد بلادي مراد ايه فهمتني الجمعة اللي فاتت شفناه في الدوار سي فيري الجمعة هذه شوفوه في دنيا أخرى 5 شنو هاتيك اللي تعمل ذاك يا مراد تو كي تحرك وجهك قلنا تسخن ومر على المية ولسانك شنو هذا ما هو يزغرت بين الفصل يزغرت يزغرت لا يسامحوني سامحوني تو معقولة كاين معقولة تو نسى مثقف كيما مراد الصغيدي ورجل الاعلام وعنده بالماريس واحد ولسانه كل وزغه هكا يا علام مراد بربي عليه والله تيك هذاك كاو سنتيك كاو سنتيك تاع مبروك سنتيك سنتيك مبروك معناتها تحية الفيصول نواصلوا في الحصه رفيق يا خويا مراد وسونيا ليه متفاهمين كومبليمونتير كما يقولوا الفرنساوي متفاهمين على الاخ اسمع مماتيه البدوي العروبي لمواتيه الكاميرا مش معاه ضربة حرب اما لا سمعت على الكاميرا ولا فيش بتاع الفيلم الرقصة والطبال سونيا يونسي مراد الزغيدي محمود البارودي شي عمل غادي الطبلة اخراج رفيق موسيقى ولا تو شفته اخراج رفيق يا يسعدنا اخراج نواصلوا ريت نقيبنا الغالي كيفاش اقصاوا يشطحوا مع بعضهم ياكلوا مع بعضهم اقصاوا هو هذا راهو يقرص يده تحته حتى هو عنده ضربه اقصاء عندي شويه اقصاء شويه ساعد مع النقيب يا بابا يا بابا الجواب صحيح دوكا اليزي رجعت فايزه من الفايزه رجعت فايزه من الفايزه اما يا مق ايه يا مق ايه نواصلوا المنشط رفيق بوشناق حاب يدخل في الخصوصيات نتاع سونيا اسالها على علاقتها الغراميه والعاطفيه الجديد نتاعها صحيح شنو الوضعيه
جاوبوا مراد الزغيدي. أبا؟ عندي شو في حياتك ولا؟ إيش قالك الكاتوس؟ قال يقولوا عندي بابا وامي. الله الله الله، إيه خفة الدم اللذيذة دي، لذيذ قوي 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 قوي. بي أنا وقتها في الأوف، علاش جاوب في أودهن؟ ليه نقترح عليها في شيء؟ علاش؟ كان أنا سألت مقديد باش تقترح عليه؟ والله سأل إيه، خاطر ساعات سونيا ما عندهاش ال هك أكل سرعة البديهة. إيه عندها هي ساعات غيب وتحضر. غيب وتحضر. شو كيف حرت له خاف منها. نقص سونيا. باهي رضيها رضيها. لا لا قولوا أنت رفع سونيا كالعادة. أنت رفع. رضيها مراد تغشت ولا تغشت لحظة تغشت. إيه قلت تغيب وتحضر كهو هنا. إيه قداش من مرة تغيب وقداش من مرة. توا جاي العيد أنا نقترح خويا تعمل لي حيط هنا. وحدي على رويحي. كيما بريد الكورونا وحدي. البوبة خويا والنمورة والدو. يلا هو رفيق خلينا نكون واضحين. ايه سونيا ومراد متفاهمين يا اخي شايف ايه ما في عندها علاقه في رفيق رفيق يبدا ينشط باش يتعدى الفقره اللي من بعد يدو عارفين انه الكاميرا على الراف دونك ماهوش قاعدين يصوروا فيها دونك يبداو مركزين معاك ليه مركزين معاك على الاخ ابطالنا الاسبوع هذا في البوديوم مواطنينا بالخارج اسيلي منطقه بوحجله جمعيه الرباط للموروث الغذائي وفنانين التوانسه عملوا بادره حلوه برشا لختان وليداتنا في العشر الاواخر من شهر رمضان نعملوا بربي فعلي لحظه باش الناس تفهم كينا نغزل الكاميرا هكا الكاميرا الاخرين مع الشيخ الاولاد خاطر انا قاعد نحكي على الفيتير اللي جاي اتجانيه تقصير بروحها قاعده تمكيج وكذا والله قبيله يا رفيق اقسم بالله الشيخ يدعي يعني في دعاء هو عامل هكا التيك توك يا ولدي نورمال حتى دعاء لا 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 حتى دعاء سجلت الدعاء ختان الدعاء المعجمي والله مسجله رحمه امي سجل ايوا علاش سجلت 3 دقائق سجلت خاطر نحب نبعث عجبني وزيد مراد يعني مش ها رمضان عمل مفعوله مع مراد نقفلوا سونيا شنو كل جمعه في شكون زيد هي وزياد يلعب هي عارفه اللي زياد يطلع وبعد يجبد بها لا فايقه لا اللهم صل على النبي على الفطمه محمود ومراد مقداد وفتحي زياد وسونيا وديما انا مع زياد زيد وسونيا هكا صغار فتحي ومقداد الكبارات ومحمود ومراد بعد يقول لي مبروك عليك يطلعني للسماء مبروك عليك بعد يقول لي مبروك عليك يطلعني للسماء مبروك عليك A few moments later. زياد وسونيا قداش نجموا نسميو لي من نوع نتاع حلو تونسي. أربعة تاع. نجم نسمي 14 ولا 14. نسخة قريبة ما خلاص. اسمعني. 14. 15. مبروك عليك. سهلة سهلة. غادي يقول لي مبروك عليك. يطلعني نسمي مبروك عليك. إيه فايقة راه. أنت كي فايقة بهذا. علاش كل جمعة تحصل؟ أنت السبب. علاه؟ علاه؟ أنت قلت لي هكا. انا خلي هكا معناك انك مزك على زياد معناه خليه يوحل في الرقم اللي اعطاه انا فهمت من غزرتك معناها زياد رابع حلقه سريعه البديهه مراد فيو مومنت ليتر بات وتشوف بعد يعاود يحصل بربي زياد خاطر اللقطه دخلت في تقاليد الحصه كيفاش هكا الشطحه بصدرك كي تعملها هذيك يعمل هكا تعمل هكا كي تقول مبروك يلا كهوزي كمان تحياتنا لصديقنا الخلاف الدين المستوري يلا باعتبار انه ما زلنا في شهر رمضان المعظم اللي يقول رمضان يقول المسلسلات وبرشا مسلسلات دخلوا للتاريخ ولليوم قاعدين يحقوا في ارقام قياسيه وقاعدين يكسبوا في المنافسه مع اعمال دراميه جديده عوده في فلاش باك على الاعمال اللي دخلت لبيوت التوانسه ولقلوب التوانسه ابرز الاعمال اللي نجحت في العشرين سنه الاخيره تسويت في فلاش باك نبدا بك مراد المسلسلات التونسيه الاعمال اللي لليوم ناجحه في انها تلم التوانسه قدام التلفزه وتلم العائلات قدام التلفزة. شو سر في الأعمال هذه يا مراد؟ هو ديما نوع من الحنين أو الحاجة الحنين هو معناها كيفاش يقولوها روسور يستعملوه القنوات حتى في الخارج معناها أحيانا فما حاجات تصورت وتم إنتاجها في الثمانينات وفي التسعينات تتعادى في أمريكا اليوم ناجحة ياسر لأنه تذكر ناس في ديما في الماضي بتاتر ممكن النجاح لأنه الكتابة الدرامية متاع الفترة هذيك يعني أواخر التسعينات والألفينيات هي كانت على العموم كتابة أولا تقليدية معناها مركزة أكثر ما يمكن على جوانب أما إيجابية في المجتمع أو جوانب تاريخية ما فيهاش ضغط غياسر للمواضيع والإشكاليات متاع الحاضر في حين توا الإنتاجات متاعنا توا
ممكن التوينسة هكا ما عندهمش نفس التعامل معهم لأنه هي مرآة لما هم. في حين هذية ديما نحكيه شوية على الماضي، على مجتمع مثالي أفلاطوني شوية، ممكن هذاك سر الحنين لهذه الاتجاه. كفنان شو يشدك في الأعمال هذية؟ علاش نجحوا وقتها ولليوم ما زالوا ناجحين؟ هذوما المسلسلات تاع قبل غادة والدوار والجو هذاك كانوا قراب، كيما نشوف لي حل قراب من المتفرجين، حاجة عائلية، حاجة سخونة. قراب اش معناها قراب؟ قراب المتفرج يحب حاجة بسيطة، التونسي ما يحبش حاجة يخدم فيها مخه، ما يقراش الجريدة، يقرا حظك اليوم يمشي طول بكسر راسك، ما تحب حاجة سامبل تضحكوا تفرهدوا كيما لي كاميرا كاشي من اللي ولا فيها تفلسيف العباد ما عادش تحبها. شوف مع السنة اللي نجحت السنة قد ايه بسيطة ودمه بارد وكركر فيها وعمل ناس كل مات عليه، خاطر التونسي يحبوا حاجة بسيطة وبنينة وضامرة. فتح انا هو اكثر عمل مثلا انت مغروم به، انا هو اكثر مسلسل شدك، وشنو البوان كومان اللي ما بيناتهم الكل يخليهم ينجحوا وحتى في اعاداتهم يعاودوا ينجحوا؟ فتح اولا الساعه كان مسلسل واحد، ننساوش اللي كان تلفزه واحده ومسلسل واحد، تونس كامله تتفرج كام في المسلسل هذاك. طبعا ثانيا المسلسل كان فيه خدمه كبيره ياسر، تصور انت التلفزه الوطنيه وما ادراك، معناها رمضان كامل خدمة كاملة على عمل واحد. الكتيبة كانت كتيبة عميقة جدا، كانت الكتيبة ناس اللي يكتبوا أسماء كبيرة وكبيرة جدا، المواضيع أنا شدتني برشا الحقيقة، المواضيع كانت مواضيع هامة، هي ما كانتش بالعمق فتحي اللي تحكي على آفات مجتمع وما كانتش تعري المجتمع، تحكي على عائلات على مشاكل ساعات بسيطة، على حتى ساعات دي فينومين يمكن مش موجودين ولكن هكا عرك عائلات، عرك على ورث، قصص حب بريئة. والتمثيل، التمثيل كان رائع، تمثيل قمم منصف الأزهر ونغزروا له الله يرحمه، كان شيء كبير ياسر، هو وفتح الهداوي في المسلسل الشهير غادة، غادة مسلسل العفيف، عفيف والبوكسور وكذا، معناها كانت كتيبة كبيرة ياسر. ثم اللي شدنا ويخليك الجينيريكات، الجينيريك متاع المسلسل، وقت اللي تسمع الجينيريك تخرج تجري من الكوجينة بتجي تجري تتفرج الجينيريك، صناع حتى من الفنانين مغنين اليوم صبر رباعي ما يعملش حفلة عام 2023 ما غير ما يطلبوا منه سيد الريم، معناها شوف العمل الكبير ياسر، وكان وقتها الحقيقة مرآة للمجتمع. سيد الريم راهو اللي مثل فيه زياد الأمانة، مش كل واحد يخو حقه، معناها دور من المانع. صحيح من أحسن، من أحسن، من أحسن، من فضلك، من أحسن، من أحسن عمل. نعتذر، زلت لسان، زلت لسان، تعدى في الوطنية وفقوا بيا بابا طارق المكي وحبوا ينحيوني وكل بلاتو تقول اللي انت ما خلصتش ومسامح لأن المنتج توفى. الله يرحمه، الله يرحمه يا أخي، نمثل وسني خير منك، صحيت والله، الله يدور محلاهم محمود. وبعد ثانية علاش نجحوا هذوما محمود؟ علاش اليوم مجتمعنا كان بسيط ويحبك البساطة، فماش فيسبوك سيناريو هاو باش نجي ولي ريزو سوسيو، ما كانش فما نتفليكس، فماش فيسبوك، فما قناة وحيدة القناة الوطنية والقناة الثانية تعاود فيها المسلسل. كنا بعد ما نتفرجوا في الحلقة بتاع المسلسل التونسي اللي عنده بارابول يدور قصعة ولا ما يدورش ما نتذكرش وقتها كيفاش، ويتعدى يتفرج في ليالي الحلمية ويتفرج المسلسلات المصرية زادة كيف كيف. كان عنا كما قال فتحي عمل وحيد تخصص له التلفزة الوطنية كل الإمكانيات بتاعها، وكان ترى لجان تفكر ولجان تخمم ولجان شنو اللي باش تخرج للمشاهد التونسي. مع الأسف وقت اللي دخلت الكونكورنس المنافسة ولات فما قنوات خاصة، القنوات الخاصة الهدف متاعها إنه تمشي أكثر للمواضيع اللي فيها أكثر عمق واللي تعاني منهم المجتمعات متاعنا، وهذيك سنة الحياة تطور المجتمعات، ما يصير كان هكا رفيق، بدينا بالحاجات البسيطة اللي تمس المواطن، تعدينا الحاجات أكثر تعقيد اللي كيف كيف قاعدة تمس المواطن. توا بعد 20 سنة نرجع نقول والله كل عام مكتوب واحد مكتوب اثنين، مكتوب توا مكتوب من أول الفلوجة وآخر الفلوجة صارت الريزيستانس وبعد صار الاعتراف من الناس اللي اكزاكتومون رفيق. دونك احنا المجتمعات بتاعنا قاعدة تطور، والدراما بتاعنا رغم اللي التطور بتاعها تطور بسيط ماهوش بالسرعة كيما المجتمعات كيما المسلسلات التركية والمسلسلات المصرية، ولكن قاعدة على الأقل تقرب للتركي وقت من الأوقات في ظروف صعيبة برشا يصير فيها إنتاج مسلسل حاجة تشبه للمعجزة. ولات سونيا اليونسي المسلسلات وانت نجمو نحكي معك بالكاسكيت متاع الممثلة، انت ممثلة في شورب؟ اي بطبيعة هكا ولا كما قال محمود. شو الدور اللي مثلته في شورب؟ والله مرت معز قديري، مرت معز عدو البطل، عدو البطل وكنت زوجة مش مخلصة.
بالحق كيما توا معناتها هو راه هكا هو راه هكا. شكون تمنيت يلعب معك الدوره ذاك في بقعه معز القدير؟ مراد الزغيدي. معز القدير لا كان مش معز القدير شكون؟ ما قضيت جاي سامحني علاش تقول فيها وتضحك بربي لحظه علاش تقول فيها وتضحك والله لا رفيق خاطر معز شليغم متركبش فهمتني ماما مراد والله هذه شخصيه مش بشليغم تعلمها هذه لا لا فما لا فما شخصيه بشعل لا 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 فما شخصيه رفض برشا عروض رفض برشا عروض رفض برشا عروض شو كمريل ستريب محسوب عاش نجم ثانيه يا عمال الأعمال بل كما قال محمود يعني فما كان وقتها ما فماش بارابول إلى آخره لكن كانت القصص صحيح ما نعالجوش قضايا يعني حساسة لكن كانت تمس ليموسيون تاع العائلة والأولاد يعني كنا نسخفوا على البطل إذا تعاش موقف حزين كنا نحسوا أنه الشرير إذا قاني هي خايبة كنا نقولوا هاوك القى عقبته فكانت تمس ليموسيون تاعنا أنا نذكر لا يرحم الممثل مصطفى العدويني راهو كان كي يبكي راهو كنت نبكي معاه معناها كنت نتاثر فتحي الهداوي عنده سيكونس في غدا مون سيكونس اللي يكلم في امه في القبر حاجه فتحي الهداوي عنده سيكونس مع في العاصفه زاده مع نعيم الجاني راهو كيفاش يبكي يغزر لها كيفاش يرعش والبكيه فريمون كانت تمس ليموسيون ليزيموسيون تاع نتاع الناس وتوا تقول قايل احنا بعد التطور هذايا وكل مازلنا كي نتفرجوا ونحبوا نعاودوا نتفرجوا ونتبعوه ونتغرموا بيه على خاطر ربما الحنين زاد خاطر تفكرنا في فتره التسعينات كل واحد مر في ذكريات وفي عائله وفي لمه وفي ناس كان يتفرج معهم زياد انا خطاب على الباب وربما نعمر جاري عيفناه في حياتي انا كانت عندي معناتها هذاك الفيديو نتفرج ديما خطة. يا ودي من بعد شخان فتر يبدا هابط نبداو نغزروا له تقول هابط من السماء يا ودي نبداو نمسوا فيه وكل بالحق حياته مشات كنا بالنسبه لنا ولا الشيخ طحيفه ولا نعيمه ولا شخصيات عشنا معاهم على الاخر انا من عشت النجوميه ذي بعد المانع المانع ما نجمش نعم نهبط الحماس ما نجمش عليه عديت شهر ونص في داري عليه من الفضيحه اللي عملتها يلا كانت أعمال ناجحة وتبقى أعمال دخلت للتاريخ تحية من القلب لكل من شارك في الإخراج والكتابة والتمثيل ربي يرحم برشا أبطال ممثلين وممثلات مخرجين وكتاب اللي غادرونا ولكن بقات أعمالهم راسخة في أذهان وفي قلوب كل التوانسة وكل العائلات التونسية ندخلوا احنا توا في أجواء المسابقة توتسويت نمشيوا لكويز الدين أي سيدي توا ننطلق في المسابقات الثلاثي على اليمين تقود الجميلة سونيا اليونسي والثلاثي على اليسار يقود الكابيتانو فتحي المولدي فتوح يهديك شوية رسالة لا تقوم لي توا لا في طلع لغناية لا حتى شيء لا غلط راني عشيرك فتحي أما اليوم ما عملنا حتى كعبة جدمو لا خليتك اليوم أعطيتك توكيل يبدو أنه النتيجة عجبته برش يلا سيدي السؤال رقم واحد نحاول نعطيه أكثر ما يمكن من معلومات دينية زيدون التليفونات أنت والبارودي هذه آخر مرة نلعب فيها كويز الدين لأنه آخر حلقة في شهر رمضان السؤال رقم واحد عن جابر بن عبد الله قال سمعت الرسول يقول صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر ماذا نذكر ربي يقول برش حاجات احنا ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أفضل الذكر ماذا زياد مع جدول الجمهور لا تيزيو يا جمهور زياد أفضل الذكر قول الاستغفار اللي هي أستغفر الله مقديت الحمد الحمد لله سونيا الحمد لله الحمد لله محمود لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين أني كنت من الظالمين دعوة ذي النون الحمد لله الحمد لله فتحي لا إله إلا الله لا إله إلا الله جواب صحيح فتحي مودي الجواب صحيح لا إله إلا الله هو أفضل الذكر ذيك دعوة ذي النون اللي دعاها هو في بطن الله زيد حوت صحيح زيدون السؤال الموالي يلا 1-0 فتحي المولدي ربي قال عليهم في القرآن أنهم يوفون أجورهم بغير حساب معناها ربي يعطيهم الأجر حاجة
ما ينجمش يقبلها العقل البشري من غير حساب. شكون هم الناس هذوما نقيب؟ كفيلي اليتيم. كفيلي اليتيم سونيا. كفيلي اليتيم. كفيلي اليتيم. واش بيك تتبسم لك كي تقولها؟ خاطر ديما نقولها وتقولي ديما تطلع غلط. مراد زياد ريف هاي العمده. الصالحون. زياد رفيق كيف اليتيم؟ كيف اليتيم ومرضي والدي واللي يعمل برشا صدقات. باك هاوك باك مع بعض. كيف اليتيم اللي يعمل صدقات واللي مرضي والدي؟ محمود يظهر لي الصابرين. الصابرين معناتها على فتحي الصبر. الصابرون. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. محمود فتحي المولدي. الجواب صحيح. وهنا نحكيه على الصبر. هذه رسالة ربانية للناس اللي صابرة على الابتلاء نقيب. الناس اللي صابرة على المرض سنوات تلقى عبد مريض اللطف ولا عبد في ابتلاء ولا في ظلم كبير. ربي وعدهم وقت اللي هما يصبروا وقت اللي تهبط المصيبة يزم نقولوا إن لله وإن إليه راجعون. ربي يوفي الناس هذوما صبر بأجر بغير حساب. السؤال الموالي سألته في الراديو أم مثالش خلي في التلفزة الناس تاخذ معلومة في الزكاة. احنا قلنا النسبة قديش سونيا؟ 2 فصل. ما تكلمش. قلنا قديش مرة في الحلقة؟ 2 فصل. 2 انتخابات هي التشريعية. ليه وتضحك وليه بالقفطان؟ اي ريت اي دار هي تحضر على الزكاة. 2 فصل. 5. قل اترفع. 2 فصل 5. صحيحة. 2 فصل 5 مش فصل 2. اما المبلغ اللي تدفع عليه زكاتك قديش؟ ربي سبحانه قدره زاد. وهو ما يسمى بالنصاب. نصاب الزكاة. كل عام المفتي يخرج يقول العام ذايا اللي عنده الفلوس هذوما في البنك رقدين عام كامل يعملوا حول يعملوا عام هما رقدين ما تمسوش يخلص عليهم 2.5. قديش النصاب؟ قديش المونتون؟ فتحي أنا سمعتكم في الديوان. خليك سمعتنا ما لا خليك. مقداد يبدو لي من 10 ملايين. معناتها 10 ملايين. سونيا 5 ملايين. جمهور ما عادش تكلموا. 5 ملايين. مراد يظهر لي 4000 دينار. 4000 دينار. محمود يظهر لي كان 14 مليون. يظهر لي 17 مليون. 17 مليون. 14 كان 14 ما نعرفش. زياد أنا في نعرف 14. يظهر لي 18 18. يظهر لي ولا 18. فتحي 14 15. هذا سمعتنا استاذ ربي سمعتنا. الأقرب هو 14 وسبعة مليون وثمانية وعشرين. جواب صحيح. فتحي بودي 14000 دينار. المبلغ النصاب اللي يعطيه كل واحد اللي يعطيه المفتي واللي يعطاه المفتي بالنسبة للسنة 14728 دينار. هذوما سونيا كي يرقدوا عندك عام كامل تخرج عليهم قديش؟ بارك الله على ذكائك والفتنة اللي عندك. نخلتوا ل 14 مليون و728 دينار. إذا تعدى عليهم العام ل 14 مليون. خرج عليهم قديش؟ نخلص عليهم 2.5. صحيح سونيا اليوسي. برافو. يلا السؤال الموالي. ربي يغزله يا رفيقي. شاد نحسب فيهم. لا لا يعمل في الحسبة. السؤال الموالي. ربي في القرآن يا ربي وقتاش استعمل كلمة حرب؟ استعملها قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله على شكون؟ مرتكب أنا معصية. ربي تعمل لي هكا الرفيق شنو؟ مرتكب أنا معصية فأذنوا بحرب من الله ورسوله. زيد اللي يعملوا الفتنة. الراف الفتنة في الدين. نقيب على المشركين. الشرك بالله. شرك. على المشركين الهداية. الشرك. محمود المنافقين. المنافقين. سونيا قاتل الروح من غير سبب. قاتل الروح من غير سبب. الزنادقة. الزنادقة اش معناها الزنادقة؟ زنديق. اللي زنديق جمع زنديق. اي ما معنى اللي بدل دينه. اللي بدل دينه. فتوح المنافقين. المنافقين ولا زياد الشرك بالله. لا منافقين. لا اللي يسبوا. لا اللي عاسين والديهم. لا هذوما كل من ماشي. لا اللي يكذبوا. لا اللي في الرق. السراق. لا يفتنوا. لا العايقين. لا الكذب. لا العايقين. اللي يضرب اليتيم. لا اللي يضرب اليتيم. لا اللي شكون؟ والله تعرفها. والله من عادتي ولي الحرف. شو من عادتي ولي الحرف. لحظة نتكلم حد. لحظة
من عادتي وليا الحرب. بربي لحظة أمان، رانا نعطيه في معلومة دينية للعبيد، قولها صحيحة. بيتكلم حد أمان؟ يتكلم حد من عادة املى الفراغ الحرب. هذا لي وليا. هذايا اللي قلته صحيح، وتحيه للاخت اللي في الجمهور. ولكن انا قلت في القران، خاطر هو فهم مرتين ربي حكي على الحرب، واحده في حديث للرسول قال من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب. والولي مش لازم يكون رولي اللي نعرفه احنا، نجم يكون عبد زوالي عامل كذا، اما عبد قريب برشا لربي وعنده علاقه كبيره من ربي، كي تجي تظلمه وتقهره فانتظر حربا من الله ورسوله. والحاجه الثانيه اللي في القران واللي سالت عليها هي الربا، الاجوبه خاطئه في البلاتو. ربي يقول في الايه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم إلى آخر الآية. الأجوبة خاتمة صفقوني على أختي اللي في الجمهور ربي على الحديث نتاع الرسول. السؤال الموالي، الرسول قال لكل شيء عروس، وعروس القرآن ما يتكلم حد، هي سورة زياد. يتكلم حد الجمهور. ياسين فتحي. سورة الإخلاص. الإخلاص سونيا. لا. سورة ياسين. ياسين مراد. الإسراء. الإسراء محمود. الرحمن. الرحمن مقداد. الفاتحة. الفاتحة عنا جواب صحيح، عروس القرآن ياسين هي سورة الرحمن. محمود البارودي. الجواب صحيح. السؤال الموالي، في سورة الرحمن ربي في أكثر من آية يقول ويعاود نفس الآية، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ما يتكلم حد، ما معنى الآلاء؟ زياد اسكت سونيا. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تتعاود في أكثر من مرة في سورة الرحمن. محمود وزياد. النعم. النعم. زياد. المعجزات. المعجزات. فتوح. معجزات. نقيب. نعم يعني البراهين المعجزات كيفاش تكتبوا؟ المعجزات. مراد. المعجزات. ملائكة. محمود. خمسة يقول كوفهم كيفهم هناك يقول ملائكة فتات. الملائكة. زيد قلت أنت؟ معجزات. سونيا؟ نعم. عندنا خمسة بريسك معجزات. ونعم مطيش. والنعم والجواب الصحيح. نعم. سونيا اليونسي جواب صحيح. الجواب صحيح، برافو سونيا. النعم تعرفها ولا بالزهر؟ ايه حسب السياق. حسب السياق. حكايه منك يا سونيا. تاريخ. تاريخ. اول من سقط شهيدا في الاسلام شكون؟ ما يتكلم حد، جمهور يعيشكم. زيدون. حمزه. لا. سيدنا بلال. لا. سيدنا ابراهيم. لا. مازال في الوسط. سيدنا ابراهيم قبل الرسول. صحيت. نقيب. خالد بن الوليد. خالد بن الوليد. فتحي. يتكلم حد ما. خالد بن الوليد. مراد. لا مش خالد بن الوليد. يلا مراد. حمزه. لا. حمزه. مش بلال. مش بلال. سونيا. ابو بكر. ابو بكر سقط الشهيد في الحرب ولا تحت تعذيب الكفار؟ سليمان. سليمان. شكون؟ سليمان. ما يتكلم حد. محمود. غلط على الاخر. عثمان بن عفان. عثمان بن عفان. زيد باش نحاول نقرب معاك. قرب لنا شويه. ربي متر. اعطيني حتى حرف لول خو. شكون حرف لول؟ اس س. سليمان. سيدنا سليمان جا قبل الرسول. اس تو قال لك اس ابو بكر الصديق ويترى فيها الاس. طلع عليك وعلى تقوتك. سفيان. سفيان. سفيان شكون؟ سفيان الشعري. الجمهور يتفكر. هاي زيد. هي مرأة. هي مرأة. أول كيف ما تعرفوش المعلومة، أول من سقط شهيدا في الإسلام امرأة. الرسول مرة مر بهم هما قاعدين يتعذبوا، قال صبرا أهلا إن موعدكم الجنة. والجمهور عنده الجواب. أهل ياسر. أهل ياسر. فهي سمية. سمية. بنت أهل ياسر. الجواب صحيح. زياد المكي. الجواب صحيح.
أول شهيد في الإسلام هي امرأة يا نقيب، وهي سمية الياسر، وقتلها أبو جهل برمح ضربها في مكان العفة متاعها، فانتقلت إلى الرفيق الأعلى. سؤال الموالي هاي زيد فيقلي، أي باب وإحنا نحكيه على الشهادة، من الملقب بسيد الشهداء؟ سونيا. رسول. رسول. علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب. نقيب. سيد الشهداء وسيد شباب الجنة هو الحسين. فتحي. الحسين سيدنا. الحسين. محمود. الحسين معروف برشا زيادة كما شهيدة أول شهيدة سيدنا حمزة. سيد الشهداء. شكون؟ حمزة. تصفيق على زيادة المكي. السؤال الموالي، في القرآن شكون قال ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا؟ على لسان شكون قال الكلام هذا وتذكر في القرآن الكريم؟ فتحي. سيدة مريم. سيدة مريم. هكا يفتوح. شنو هكا يفتوح؟ نقيب. اي نعم في سورة سيدة مريم. سونيا. اي نعم. مش النقل سيدة مريم. كنت نسيا منسيا. مراد. عمل كيفهم زعما. إيه. هيا مراد. هكا وملكي مقبول. محمود. فجاء المخاض إلى جذع نخلة هكا. ما نعرفش مانيش حافظ الآية. سيدة مريم. سيدة مريم توا شكون؟ عندنا ستة سيدة مريم، ستة أجوبة صحيحة. برافو لرف مقر. يلا. حديث للرسول زياد. محمود فهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. عليه في الجنوب التونسي يقولوا رطب على الدقلة. توليت مرتبات. ده شو هلا ملفي؟ لا لا دقلة. معناها تعدينا من القرآن للملفي كيفاه نقي؟ زي معناها مرتبات. احنا 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 مرتبات أصل الكلمة معناها هي الدقلة. رطب. لا يدخل الجنة اثنان. شكون زياد؟ عاصي والديه. من كان في قلبه مثقال ذرة من ماذا؟ شر. شر. نقيب. شر. من الحقد. سونيا. شر. ظلم. مراد. شرك. فتوح. كراهية. محمود. أكا كراهية. شك يظهر لي اللي شك في معناتها فما شوية شك. أي معناتها ما كبرية. لا يدخل زياد. كبرياء. كبرياء. ها كبرياء قصهم هذوما شنو قلت كبرياء؟ لا لا ما قلتهم. لا قلت لحظه بربي لحظه زيد شنو كبرياء؟ جواب صحيح زيد المكي. برافو زيد. رابح زيد. ما نعرفش كيفاش يجيك الجواب ساعات هكا. ها برافو نشط يعمل هكا سبحان الله. ولا تسعر خدك للناس. السؤال الموالي، ثلاث يبغضهم الله بيحبهمش ربي، شو سمي منهم زوز؟ الفقير المختال والغني الظلوم. الفقير المختال فقير ما عنده حتى شيء ويتكبر على عباد ويتشنفر وعنده برشا كبر وهو لا يملك شيء اصلا مش مفهوم. والغني الظلوم شنو زيد؟ ارقام في السيف القرات الفقراء هذوما هكا. والغني الظلوم الغني اللي يتجبر على العباد ويظلم. ثالث شكون؟ الفقير. قلنا فقير مختال غني ظلوم. الثالث زاد كيف كيف لغاتس فقير فقير حتى ولا قوش. هاي نسهل لك شويه. شيخ. الشيخ. الشيخ يتكلم حد ما. الشيخ المتكبر. الشيخ المتكبر. فتحي. الشيخ المنافق. الشيخ المنافق. سونيا. المشحاح البخيل. البخيل. مراد. الشيخ ثقيل الظل. ثقيل الظل سيد شو مش ثقيل الظل بربي ايش معناه ثقيل الظل؟ مقداد. عام الشيخ المنافق. المنافق. محمود. الشيخ المتصابي. الشيخ المتصابي. زياد قول لي ركز عاد. الشيخ الزاني. يخي منين يجيك الواحد؟ هو الشيخ الشيخ الزاني. جواب صحيح زياد المكي. الجواب صحيح زياد المكي. ثلاثة يبغضهم الله، شيخ زاني، فقير مختال، وغني الظلوم. ننهي بهذا الحديث.
أنت شيخ في صغير رفيق. ما عنديش العمر، أنا نعرف الشاب ظاهر العمر الكاهل 40 الشيخ وقت الشاب ده الحقيقة ما عنديش. ربي نداء الكهول تراهم في أماكن للشيوخ. للشيوخ. ما عليه الشيخ في العمر. أي ما يخرجش عليك. الكبار في العمر. ما يخرجش عليك ينزل. نداء للشيوخ الأفاضل. لا ما نقولوش الشيوخ اللي تتفهم بالغلط، العباد الكبار في العمر. أي فما أماكن ما تخرجش عليك. مش نتاعهم. واضح. حتى في الانستغرام. الحديث الأخير زيادة. صلى الله عليه وسلم. الرسول قال أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء وننهي الكلام حد الله الله لا الله الله في حاضر فلا شو الله الله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني ذاك أفضل دعاء في رمضان عشر ربي إني كنت من الظالمين ربي إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فتحي نفس الجواب سونيا لا اله الا انت سبحانك مراد اي فيك انا تبع ربي كملها سونيا لحظه لحظه لا اله الا انت سبحانك اللهم اني كنت من الظالمين اللهم ما فهمتش لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين مراد اللي قالوا اللي قالوا مقداد زياد الحمد لله جواب صحيح زياد المكي الجواب صحيح أفضل الدعاء الحمد لله وأفضل الذكر لا إله إلا الله ربي لحظة هذا حديث للرسول صلى الله عليه وسلم نحب نحييك زيد خاطر جون كيفك تبدأ صغير تما برشا يبدأ بعاد على الدين وبعاد على ربي أنت قرآن جاوبت حديث جاوبت ورمضان مش قفات ولبستني هذا برنوس صحيح زيد رمضان تقرب إلى الله لازمنا نعرف شوية معلومات عندك شي فتوى على الغش في رمضان عندي شنو ربي يسترنا يسترنا غفور رحيم غفور رحيم وينك كيف اش بيه يا رفيق راه مش معقول والله ما معقول قدام نحس عملناها تو فتح المول دي شعره شايب قد ما قرا محمود البارودي تبارك الله مورد صغير الناس كلها قرينا اش بيك ما قلت سونيا ما يجيش ما قلت ما يسالش والكلنا معناها قداش نغلطوا من جوابه كل شيء وديما زياد صحيح فهل تشنشينا هكا مع العيد هل سيصدق الجمهور حب تصفيق على البرون زياد المكي برافو زيدون شرفتنا في آخر كويزين في حلقتنا لليوم في شهر رمضان المعظم تحية لآيات الله المكي آيات الله المكي يلا واصل معكم الرحلة نمشي وتول شوية موجات إيجابية بعض الأخبار اللي تعمل الكيف على التوانسة وعلى ما قاموا به في شهر رمضان شهر فعل الخير تود سويت مصرف الزيتونة والبوديوم معه